يكون عافية جميعا، وأهلا وسهلا فيكم. رح نكمل بسلسلتنا. بالفيديو السابق حكينا عن هي الدارتين، وقلنا إنه هي الدارة هون كانت بتوصل لي نصف النبضة الموجبة ونصف النبضة السالبة عند القيمة 5 فولت، كون أنا حاطط هون 5 فولت. طيب، قال في عندي طريقة تانية لحتى أسوي هي الدارة، بدل ما أنا أحط دايود هون ودايود هون وزينر هون وزينر هون، قال بكل بساطة خليني أستغل خاصية إنه الزينر دايود في حال كان محيز تحييز أمامي فإنه بيعمل كأنه سلك، تمام؟ فأنا لازم أستغل هاي النقطة. فلحتى أستغل هاي النقطة خليني أمسح هذا الديود وهذا الديود، وبدي بس أستعمل بهاي الدارة هلا زينارين ديود فقط لا غير. طيب، شلون بدي أحطهم؟ قال هذا إذا حطيته هون بهذا الشكل راح يوصل لي النبضة السالبة عند القيمة 5 فولت. ليش؟ عند نصف النبضة السالبة. نصف النبضة السالبة اجت لهون محيزة تحييز عكسي، تمام؟ فراح يعمل مثبت للجهد كون هاد أكبر من هاد، عند القيمة 5 فولت راح يثبت لي الجهد، وهاد في حال حطيته هون راح يكون كمان مثبت للجهد عند القيمة 5 فولت عند نصف النبضة الموجبة. عند نصف النبضة الموجبة راح يثبت لي اياه. ليش؟ أنا عند نصف النبضة الموجبة لما راح يجي لهون راح يكون هذا سلك، لأن محيز تحييز أمامي موجب مع موجب راح يكون محيز تحييز أمامي فنعتبره سلك، راح يجي لهم محيز تحييز عكسي فراح يوصل لي عند القيمة 5 فولت كون هاد أكبر من هاد. بكل بساطة هلا بس بوصل الدارة بهذا الشكل بعمل رن، فبلاحظ إنه حصلت على دارة قص للموجتين بهذا الشكل، تمام؟ طيب هلا بركي في حال طلب مني قال لي شايف هل الدارة هاي انت عم بتقصلي فيها النبضتين، ايه عم بتقصلي فيها النبضتين. قال انا بدي بس نصف النبضة السالبة تنقص ونصف النبضة الموجبة تنحذف تماما، يعني هاي النبضة الموجبة هون كلها شيلها، ما بدي اياها اشوفها، بدي اشوفها تكون منطبقة على هذا المحور. طيب شلون انا لازم افكر لحتى احل هاي المشكلة؟ قال لحل هاي المشكلة لازم افكر بالدايود. فخلينا نعمل كنترول دبليو، اول شيء نعمل ايقاف كنترول دبليو وننزل الديود على الخط، تمام؟ طيب لحتى اخلي نصف النبضة الموجبة تختفي اصبح لازم ما اخليها تعدي بهي الدارة نهائيا. شلون ما بخليها تعدي؟ بخليها عند نصف النبضة الموجبة لما تمر بالديود من اول الدارة تتحيز تحييز عكسي بحيث انه يقطع على الدارة كلها، يصير قاطع ما يمتمر نصف النبضة الموجبة. فانا في حال هلا عملت الت مع اكس وحطيت هاد هون، تمام، بهاد الشكل وعملت رن، بلاحظ انه مثل ما بده صارت عندي بكل بساطة، انحذفت الموجبة ونقصت السالبة. طيب نعمل ايقاف كنترول زد نشيلها لهون. طيب في حال طلب مني العكس قال لي لا انا بدي نصف النبضة الموجبة تضل موجودة ومقصوصة ونصف النبضة السالبة، نصف النبضة السالبة ايش تعملي فيها؟ تحذفها. قال بكل بساطة بمسك هيك الت مع اكس، تمام، فصارت عند نصف النبضة السالبة لما لا تيجي لهم محيز تحيز عكسي راح يعمل قاطع وبالتالي ما راح تمر نصف النبضة السالبة. نعمل رن فمنلاحظ انه يلي بده اياه صار. طبعا يا جماعة انا طبقت الدايود على هون، فينا اطبق الدايود على هديك الدارة اللي موجودة فوق، وفي حال كان هدول كمان معكوسين مثل ما حكينا احط الدايود هون والزينر دايود هون، يعني هاي تعتمد اسلوب مبدأ التفكير. فانت حطيت هون ولا حطيت هون ما بتفرق، انت بس الطريقة يلي بتريحك شغلها وفكر فيها بطريقة منطقية. الله يعطيكم العافية وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.